بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في مساق التحرير الصحفي. واحد، طبعا تحدثنا خلال المحاضرة السابقة حول أساليب أو الأنماط التجديدية في كتابة أو تحرير الأخبار الصحفية. سنتحدث في محاضرة اليوم حول كتابة الأخبار الصحفية، ومن يقوم بهذه المهمة، من يكتب الأخبار، وما سنتعرف عن من هو محرر الديسك، وأيضا من هو المحرر المراجع، وأيضا الكتابة المقروءة، والعديد من العناوين التفصيلية حول هذا الموضوع. موضوعنا اليوم هو يتعلق بكتابة الأخبار الصحفية. النقطة الأولى التي سنعالجها في هذا السياق وهي من يكتب الأخبار داخل الصحف. طبعا يتولى كتابة الأخبار داخل الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أكثر من شخص، يعني كتابة الأخبار حتى تخرج بالشكل النهائي في الصحف أو في وسائل الإعلام المختلفة لابد أن تكون قد مرت على أكثر من شخص من الأشخاص، بداية بالمخبر الصحفي أو الصحفي الذي قام بصياغة أو كتابة هذه الفكرة وتحويلها إلى خبر صحفي خالص، وتنتهي بمحرر الديسك أو المحرر المسؤول الذي تكون مهمته بالدرجة الأساسية إعادة صياغة هذه المادة وفق يعني لكي تتوافق مع كافة المعايير سواء كانت المهنية أو السياسة التحريرية. بعد كتابة المادة الصحفية من المخبر الصحفي تمر أيضا على دور المحرر المراجع. طبعا هذا المحرر المراجع يتولى بالدرجة الأساسية على مراجعة كتابة الخبر والتأكد من سلامته من الناحية اللغوية، سواء كان من الناحية الإملائية، من الناحية اللغوية، وما شابه، يعني تصحيح هذا الخبر للتأكد من سلامته من ناحية اللغة والأخطاء الإملائية. طبعا ما يكتبه الصحفيون لابد أن يمر على محرر الديسك، وهو المحرر المسؤول الذي يتولى إعادة صياغة هذه المادة من ناحية تحريرية سليمة، وأيضا من حيث توافقها مع السياسة التحريرية. وهذه نقطة مهمة جدا دائما، لكون محرر الديسك يتمتع بخبرة كبيرة ويكون لديه سنوات عمل طويلة في الصحيفة، لذلك يحول هذه الأخبار أو يجعلها تتوافق مع السياسة التحريرية للصحيفة. لذلك محرر الديسك هو من يجعل أو هو من يقدم هذه الأخبار في صورتها النهائية التي تظهر وتخرج بها على صدر صفحات الصحيفة للجمهور. تكون طبعا قد مرت على محرر الديسك هو الذي قام بصياغتها بشكل النهائي. طبعا هناك هذه الأخبار قد تمر طبعا بشكل، لكن ليس من هو يقوم بتحريرها، قد تمر أيضا على مدير التحرير، على رئيس التحرير للاطلاع أيضا على بعض اطلاع على بعض العناوين أو بعض التفاصيل التي قد في بعض الحالات تحتاج إلى تعديل. محرر الديسك طبعا يشترط فيه مجموعة من الشروط، وكما ذكرنا في السابق محرر الديسك لكونه قد عمل في الصحيفة لسنوات كبيرة أو أصبح متمرسا في هذا العمل يتوفر فيه مجموعة من الشروط، وهي الخبرة الواسعة، وهذه ضرورة مهمة جدا. الخبرة عنصر هام جدا في إلمام هذا الصحفي وقدرته على الإلمام الواسع بالمعلومات والقدرة على
جعل هذا الخبر صالح، أو جعل هذا الخبر مستوفي من كافة النواحي، سواء كانت من حيث السياسة التحريرية، أو من حيث الصياغة اللغوية، أو حتى من حيث استخدام الأدوات التحريرية والتركيب، تركيبة هذا الخبر وسياقه السليم، وأيضا قدرة جيدة على الكتابة. وهذه لا تقل أهمية أيضا عن الخبرة، وبطبيعة الحال طالما أن هذا الصحفي يمتلك خبرة واسعة أيضا، فيكون لديه قدرة على الكتابة السليمة من حيث ترتيب هذه المعلومات، وأيضا القدرة على وضع المعلومة المناسبة في المكان المناسب، وتسلسلها وارتباطها مع كافة المعلومات الواردة داخل الخبر. النقطة الأخرى سهولة فهم الأخبار والوصول إلى النقطة الرئيسية التي يجب إبرازها في كل خبر، وهي أن هذا المحرر من صفاته أنه بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها يعرف ما هي النقطة التي يود التركيز عليها، أو تود وسيلة الإعلام التي يعمل فيها التركيز عليها وإبرازها. وهذا كله يرجع أيضا إلى السياسة التحريرية، بكونه بات ملما بهذه السياسة التحريرية. النقطة الأخرى طبعا محرر الديسك هذا بصفة عامة دائما هو من يتولى اختيار العنوان، هو من المعروف أن الصحفي منتج هذه المادة يقوم بكتابة عنوان لموضوعه الصحفي، ولكن في الغالب يتم تغيير هذه العناوين من قبل محرر الديسك أو المحررين المسؤولون عن تحرير هذه المواد، كون أن لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، كون أن العنوان الصحفي يحتاج إلى قدرات معينة، يحتاج إلى خبرات كبيرة. هذه قد تكون لا تتوفر في الصحفي بل تتوفر في المحررين. أيضا يعني هو مهمته إعادة اختيار العنوان، إعادة كتابة الخبر وصياغته بشكل كلي، أو تعديل ما يحتاج إلى تعديل في بعض المناطق التي تكون فيها بعض السلبيات، أو بعض النقاط، أو بعض أماكن الضعف، أو بعض النقاط التي تحتاج إلى تدعيم، سواء خلفيات معلوماتية، سواء معلومات أساسية، سواء كذلك فيما يتعلق بالجانب التحريري. النقطة الأخرى التي يجب أن تتوفر أيضا في محرر الديسك، يجب أن يكون قادرا على استخدام اللغة بشكل جيد، وهذه بطبيعة الحال دائما المحررون الجيدون أيضا يجيدون اللغة العربية، يعني لو ما كان يجيد اللغة العربية لما استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة والمكانة، ولذلك الصحفيون الجيدون والمحررون الجيدون هما بشكل تلقائي يكونون جيدون أو يجيدون الكتابة بشكل سليم باللغة العربية. نتحدث الآن عن المحرر المراجع طبعا، وكنا قد أشرنا إلى هذا المسمى خلال حديثنا في السلايد السابق، ولكن نود أن نقول أن المحرر المراجع هو بالدرجة الأساسية المدقق اللغوي الذي يتواجد في وسائل الإعلام المختلفة. طبعا نعرف أن كل وسيلة إعلام وتحديدا الصحف تكون قد يكون لديها بعض المحررين أو المدققين اللغويين الذين يحرصون على سلامة النص من اللغة، من حيث اللغة. طبعا قد يسأل سائل هل لا يكفي الدور الذي يقوم به المحررون في هذا الجانب من حيث تهذيب وصياغة هذه المادة؟ نحن نقول نعم، لا يكفي كون أن المحرر بالطبع قد يكون يجيد اللغة، ولكن هناك بعض التفاصيل التي قد الدقيقة في مجال التخصص التي قد لا يكون ملم بها، لذلك يجب أن نضع أناسا متخصصون في هذا الجانب. لذلك من المهام التي يقوم بها المحرر المراجع هو تتمثل في مطابقة النص الذي تم جمعه أو تقديمه من الصحفي مع أصل الخبر الذي تم إرساله للأخبار إلى صالة الجمع. يعني
يتم يعني مقارنة ما مطابقة النص التي تم جمعه من أصل الخبر الذي تم إرساله من قسم الأخبار إلى صالة الجمع، يعني معرفة أن هذا الخبر الذي تم الاتفاق على عمله هو مطابق لما تم جمعه على أرض الواقع. النقطة الثانية، طبعا هذا المحرر لا يتخذ قرارات تتعلق بنشر الأخبار وطريقة صياغتها، يعني هو لا يتدخل بمدى صلاحية هذا الخبر من النشر أو عدمه، أو تحديد الطريقة التي يمكن أن يكتب ويصاغ عليها هذا الخبر، أو إبراز هذه المعلومة أو إخفاء هذه المعلومة. هو فقط دوره تعديل هذه المعلومات من الناحية اللغوية. النقطة الثانية، يتولى طبعا تصحيح الأخطاء الإملائية واللغوية، كشف أخطاء ترتيب السطور، الخبر أو السطور التي تم القفز عليها، أو الشغلات التي يمكن يكون فيها تكرار. يعني هو مهمته بالدرجة الأساسية في تحقيق في تتمثل في التدقيق اللغوي، كشف الأخطاء الإملائية، الأخطاء اللغوية، أيضا تحديد بعض المعلومات أو الكلمات التي يمكن حذفها، بعض المعلومات المكررة، يعني كافة التفاصيل التي لها علاقة باللغة يقوم بها. أيضا وضع الفواصل في مكانها الصحيح، الفواصل المنقوطة، علامات الاستفهام، علامات التعجب، وما إلى ذلك، كافة الأدوات التي يتم استخدامها في صياغة النص بشكل سليم من ناحية اللغوية. أيضا من مهامه الحرص، تحرص طبعا بعض الصحف دائما، بعض الصحف تحرص على تعيين محررين مراجعين من خريجي أقسام اللغة العربية، ونحن قلنا هنا أن التخصص مهم جدا في هذا الجانب، لذلك يجب دائما أن يكون المحرر المراجع أو المدقق اللغوي هو من خريجي أقسام اللغة العربية في الجامعات المختلفة. ولابد أيضا أن يكون قد اجتاز أو أخذ بعض الدورات المتعلقة بالتحرير والصحافة حتى يتم الجمع بين الاثنين، وفي الغالب خريجي اللغة العربية يعرفون الأصول الصحفية بشكل سليم. أيضا تستند بعض الصحف إلى المحررين مهمة مراجعة الأخبار من الناحية القانونية، كونهم يعرفون أصول الكلمات وأصول اللغة، ممكن بعض الكلمات قد توقع هذه الصحيفة أو تلك في بعض المشاكل القانونية، قيد لذلك قد يكون من دورهم أيضا تنبيه هذه المؤسسة حول بعض الإجراءات القانونية التي يمكن أن تكون في هذا الجانب. وقد تعين بعض الصحف دائما في المواد الهامة التي تتعلق بالتحقيقات الصحفية يكون لدى كل مؤسسة مستشار قانوني تعرض عليه هذه المادة للحكم عليها مدى صلاحيتها من الجانب القانوني، أو عدم تعرض هذه المؤسسة لضرر في حال نشر هذه المادة بهذا الشكل. لذلك يكون من مهمته تنبيه هذه المؤسسة عن بعض الأمور التي قد توقعها في أو توقعها في توقعها من ناحية قانونية أو تؤثر عليها من ناحية قانونية. طبعا هناك ليس هناك صيغ محددة يمكن أن يتبعها المحرر لكي تكون كتابته مقروءة، يعني هو فقط مهمته تعديل هذه المادة من ناحية لغوية، ولكن الدور هنا يقوم عن على المحرر الديسك، هو الذي يحدد الأسلوب الذي يجعل هذه المادة مقروءة أو مقبولة لدى القارئ من عدمه. ننتقل إلى الكتابة المقروءة، وطبعا توجد عدة طرق لقياس عناصر الكتابة الصحفية الجيدة، يعني لكي تجعل الكتابة مقروءة بشكل كبير جدا هناك عدة عناصر لابد أن نراعيها حتى تكون هذه المادة مقروءة بشكل كبير لدى الجمهور. طبعا تقيس هذه طرق قارئية الصحيفة، قارئية الصحيفة المقصود بقارئية الصحيفة مدى الإقبال أو مدى قراءتها من قبل الجمهور. طبعا قارئية الصحيفة هذه يمكن أن تقاس من ثلاثة أشياء رئيسية، وهي طول الجملة من عدمه، يعني طول أو قصر الجملة، الكلمات الصعبة، مدى استخدام الكلمات الصعبة من عدمه، عدد الإرجاعات إلى الأشخاص. طبعا هذه التفاصيل
سنتطرق إليها ونشرحها في السلايد القادم. طبعا يتم قياس طول الجملة من خلال معرفة عدد الكلمات المضافة إلى هذه الجملة، سواء كان في بدايتها وفي نهايتها. ودائما نقول أن الجمل الطويلة طبعا لا يجب استخدامها أو لا يحبذ استخدامها، كونها أيضا تفقد الجملة متانتها أو تأثيرها على القارئ، وقد تكون فيها تفاصيل غير مهمة تشعر القارئ بالملل. لذلك يجب التركيز على الجمل القصيرة التي تحتوي على قدر كبير من المعلومات. تقول القاعدة: الجملة القصيرة أفضل من الجملة الطويلة، كون أن هذه الجملة القصيرة قد تكون أقرب للقارئ، توصل المعلومات بشكل أدق، لا تشعر القارئ بالملل. على المحرر أن يعي أن بعض الموضوعات قد تستخدم الجمل الطويلة، وهذه في بعض الحالات ولكن قليلة، قد تكون بحاجة إلى أن يكون لديك كمية كبيرة من المعلومات التي لابد أن تكون في هذه الجملة، ولكن هذا يستخدم في بعض الحالات وليس كقاعدة عامة يتم استخدامها دائما. طبعا يتم قياس صعوبة الكلمات. تحدثنا عن طول الجملة، قلنا من حيث عدد الكلمات الموجودة داخل هذه الجملة، ويفضل دائما استخدام الجمل القصيرة عن الجمل الطويلة، ولكن الجمل الطويلة فيها بعض الحالات التي يمكن أن تستخدم. نتطرق إلى النقطة الثانية، وهي المقصود فيها صعوبة الكلمات. طبعا وهذه يعود إلى مدى الاعتماد على استخدام كلمات من خارج قوائم الكلمات السهلة أو المتعارف عليه، يعني اللغة العادية، اللغة الصحفية العادية التي يتم الكتابة بها والتي يفهمها عامة الناس. لا نستخدم كلمات مستحدثة، كلمات صعبة، كلمات غير مفهومة، كلمات من اللغة العربية الأصيلة التي غير دارجة في اللغة الصحفية. لذلك لابد أن نعتمد استخدام الكلمات السهلة والكلمات الدارجة في الكتابة الصحفية، وغير الكلمات المعقدة التي لا يفهمها القارئ. القاعدة المهمة في كتابة الأخبار هي استخدام كلمات بسيطة وجمل بسيطة، وهذا هو الأسلم. دائما الاعتماد على الكلمات البسيطة الواضحة المفهومة الذي يفهمها القارئ البسيط العادي، والجمل أيضا البسيطة، كون الكلمات الصعبة أو صاحبة المدلول أو المعنى غير الواضح، هذه قد تصعب على القارئ العادي يفهمها، يفهمها أصحاب الاختصاص الشعراء أو الضالعين في اللغة. طبعا ليس أمام المحرر الصحفي المحكوم بوقت معين في الكتابة من طريقة سريعة للحكم على سهولة وصعوبة الكلمات هو الذي طبعا التي يستخدمها في كتابة خبره الصحفي، سوى الإحساس بالكلمة. ونحن نعرف أن الكلمات دائما السهلة واضحة ومعروفة لدينا، وقد تعودنا على استخدامها، ولكن الكلمات الصعبة حتى نحن الصحفيين قد بعض الأوقات نشعر أن هناك كلمات موجودة في يستخدمها بعض الصحفيين الآخرين، قد تكون صعبة على فهم القارئ العادي أو حتى على الصحفي الآخر. لذلك يجب الابتعاد عن استخدام هذه الكلمات المهجورة أو الصعبة. لذلك يجب الاعتماد على استخدام الكلمات الدارجة وشائعة الاستخدام، وأفضل طريقة قلنا لكي تحدد ذلك هو الإحساس بطبيعة الكلمة ومدى تقبل الجمهور لها. طبعا الصحافة العربية تفتقد إلى نظام قوائم محددة لما هي الكلمات السهلة وما هي الكلمات الصعبة التي يمكن أن يستعين بها المحرر في كتابته. لذلك هذا يعتمد على خبرة الصحفي أو المحرر في تحديد الكلمات التي يمكن الاعتماد عليها وتكون سهلة ومفهومة وواضحة من قبل القارئ أو الجمهور. لذلك كما قلنا، هنا الصحفي يعتمد على خبرته في هذا الجانب وممارسته العملية لتحديد ما هو مناسب له ولمادته الصحفية. ننتقل للحديث عن كتابة العنوان. هناك طبعا عدة نصائح للمحررين يجب مراعاتها عند كتابة
عناوين الأخبار الصحفية. أول نصيحة من هذه النصائح تجنب التحريف تماما مع عدم محاولة تبسيط العنوان أكثر من اللازم. يعني يجب أن يعبر العنوان عن متن الموضوع، يجب أن لا نضيف معلومات في العنوان غير موجودة في الخبر أو من بسبب هدف التشويق أو الإثارة. لذلك لابد الالتزام بأن المعلومات التي تكون متواجدة في العنوان هي متفقة تماما مع المعلومات الموجودة في جسم الخبر، بالإضافة إلى عدم الميل إلى تبسيط العنوان أكثر من اللازم. العنوان له خصوصية معينة، لابد أن يكون فيه الجذب، لابد أن تكون فيه قوة حتى يستطيع أن يجذب القارئ لمتابعة قراءة تفاصيل الخبر. لذلك لابد أن نستهين في هذا الجانب ونبسطه إلى درجة كبيرة جدا. لذلك يجب أن يحتفظ بقوته، يحتفظ بمتانته، يحتفظ بحجم وكمية المعلومات الهامة التي تكون متواجدة فيه. النقطة الثانية عدم التركيز على وجهة نظر سنوية في العنوان وإهمال النقطة الأساسية. لذلك النقطة الأساسية هي التي لابد أن يتم إبرازها والتركيز عليها في العنوان حتى نصل إلى القارئ بكل سهولة. عدم المبالغة في تأكيد العنوان، أيضا التكرار وتأكيد العنوان بكلمات كثيرة وزيادة التأكيد هذا ممل للقارئ، لكن ممكن أن نوصل الفكرة من العنوان بشكل واضح بكلمات مختصرة غير التكرار والزيادة في تأكيد فحوى العنوان في عدة كلمات متطابقة. استخدام الفعل المضارع في العنوان، وهذا جيد وأشرنا إليه في الحديث الماضي في الحديث عن القوالب الصحفية. استخدام الأفعال القوية، طبعا هناك أفعال قوية لابد أن نركز عليها ونستخدمها ونهمل الأفعال الغير قوية، أو يعني مثلا شرع، أصفر، يعني كثير من الأفعال، وقع، يعني نشب، كل هذه من الأفعال القوية التي تؤكد على أهمية الخبر نستخدمها يعني نترك أو نهمل الكلمات أو الأفعال غير القوية. وضع الكلمات والفواصل بطريقة صحيحة، طبعا إذا كان العنوان مقتبس لابد أن نضع النقاط فوق بعضها البعض حتى تناسب هذا العنوان. إذا كان عنوان تساؤلي لابد أن نضع علامة استفهام، وإذا تعجب علامة تعجب، وما إلى ذلك من الكلمات والفواصل بطريقة صحيحة. استخدام كلمات وتعبيرات واضحة لا لبس فيها، وهذه نقطة أساسية. تتضمن عملية طبعا كتابة العنوان خطوتين أساسيتين، وهما اختيار الزاوية والزوايا التي سيتم استخدامها في العنوان، وهذه نقطة مهمة. يعني يتعين علينا كتابة تحديد الزاوية الأساسية التي سيركز عليها العنوان، وهنا يعتمد هنا المحرر أو المحرر الصحفي على خبرته في الحكم على الأخبار لتحديد ما هي الزاوية التي يتم التركيز عليها وما هي الزاوية الأهم من الأخرى. النقطة الثانية كتابة العنوان بدقة في حدود المساحة المتاحة، وهذه نقطة مهمة. كل عنوان لديه مساحة محددة، أو حتى العناوين دائما الأفضل فيها الاختصار وعدم الإطالة في الكلمات، وكل عنوان لديه كلمات مفتاحية، بعض الكلمات التي من خلال ذكرها في العنوان يعرف القارئ ما هي يعرف القارئ ما يريد المحرر أن يركز عليه في هذا الخبر عن خبر آخر. نواصل الحديث في عملية كتابة العناوين، ونقول هنا يجب أن تتضمن العناوين الجيدة فاعل ومفعول، فاعل وفعل ومفعول به، مثال العراق يقاطع اجتماع دمشق. وأيضا هناك بعض العناوين يمكن استخدام لها بعض المترادفات لاختصار عدد الكلمات طبعا الموجودة في العناوين، مثال وزارة الدفاع الأمريكية تسعى للتأثير على منهاج المدارس الإسلامية. طبعا يمكن اختصار وزارة الدفاع الأمريكية بالبنتاغون، نقول البنتاغون يسعى للتأثير على مناهج المدارس الإسلامية.
ووزارة الدفاع الأمريكية هي البنتاغون. ونكون هنا قد اختصرنا بعض الكلمات التي تؤثر على العنوان. طبعا من الأفضل استخلاص العنوان من المعلومات الأولى في مقدمة الخبر، وهذا واضح جدا. دائما نختار العنوان من مقدمة الخبر، وهذا موجود دائما. وكما تحدثنا سابقا في الأخبار التي تصاغ على قالب الهرم المقلوب أو المقلوب المتدرج، أيضا يجب بناء العنوان من الكلمات المفتاحية التي يتضمنها الخبر. دائما هناك لدينا بعض المفاصل أو الجمل أو المعلومات الهامة التي تكون تتحكم في مفاصل هذا الخبر. يمكن تحديد أهم هذه الكلمات المفتاحية واختيار بعضها ووضعها في العنوان لتعبر عن مضمون الخبر. ننتقل للحديث عن الجزء الأخير، وهو متعلق بكتابة جسم الخبر. وهي هنا كتابة جسم الخبر مهمة جدا، مثلها مثل كتابة العنوان والمقدمة. لذلك يجب أن نهتم بكتابة جسم الخبر بشكل سليم، حتى يخرج الخبر أيضا متكامل وواضح للجمهور. لذلك يجب أن نراعي مجموعة من الخطوات ومجموعة من الخطوات والضوابط حتى يكون الخبر كتب بشكل سليم وواضح. أول نقطة من هذه النقاط أن نجعل الأدلة التي تقدمها في الخبر متنوعة. يعني المعلومات التي لدينا موجودة لدينا في الخبر يمكن أن أضعها على شكل اقتباسات قال أو أضاف، يمكن أن تكون على شكل حكاية، ويعني على لسان شخص ما من الشخصيات، عن طريق على شكل إحصائيات وأرقام، على شكل وصف، الاعتماد على وصف الواقع والحدث من خلال استخدام الكلمات في هذا الجانب. النقطة الثانية، الإجابة عن الأسئلة التي تتوقع أن يطرحها القارئ. يجب أن نضع في ذهننا أن القارئ يريد أن يعرف العديد من الإجابات حول هذا الموضوع. لذلك نحاول أن نجيب على كافة الأسئلة التي من المتوقع أن يكون القارئ بحاجة للإجابة عليها خلال هذه المادة. طبعا إذا عجزت عن استكمال كتابة الخبر، حدد أسباب عدم التمكن. وإذا كنت تستخدم الحاسوب، أغلقه وقته باستخدام الورقة والقلم. يعني إذا لم تستطع استكمال كتابة الخبر لسبب من الأسباب، عدم وضوح المعلومات أو ما شابه، يمكن أن تغير نمط الكتابة من خلال إقفال الحاسوب والاعتماد على الكتابة من خلال الورقة والقلم، والعمل على استذكار المعلومات أو تجميعها في هذا السياق. وكل طبعا له طريقة معينة يتأقلم معها بالكتابة، سواء كان عن طريق الكتابة في الحاسوب في البداية وتحريرها على الحاسوب بشكل كامل. ومنهم من يقوم بتسجيل هذه المعلومات على نقاط أو على ورق، ثم ينقل هذه النقاط والورق إلى الحاسوب وما إلى ذلك. طبعا هذه الطرق تختلف من صحفي إلى آخر. طبعا يجب اتباع أسلوب صحيفتك في الكتابة الذي قد يكون مدون، يعني هي السياسة التحريرية أو الطريقة المعتاد عليها في الصياغة والكتابة المعينة. طبعا لا تسلم الخبر إلى المحرر قبل مراجعته إملائيا، وهذه مهمة جدا. لابد أن قبل تسليم خبر إلى المحرر المسؤول مراجعته من الناحية الإملائية بشكل سليم مرة واثنتان وثلاثة، حتى نتأكد من سلامته من الناحية اللغوية. راجع ما تكتبه وقارنه بما سجلته من معلومات أثناء جمع المعلومات. يعني بعد الانتهاء من كتابة الخبر نقوم مقارنة ما تم كتابته مع ما تم جمعه أو الحصول عليه من المعلومات من المصدر، طبعا نقارن بين ما كتبته وما تم تحويله إلى وثائق وأقوال. وهذه حتى يستطيع الصحفي تحديد ما هو مناسب وما هو غير مناسب في داخل الخبر. أيضا فحص الخبر الذي كتبته مرة ثانية، وابحث عن الأخطاء اللغوية والإملائية الشائعة فيه، وهذه مهمة جدا. يمكن قراءة الخبر بصوت مرتفع، مراجعته مرة واثنان وثلاثة لكشف الأخطاء اللغوية والإملائية الموجودة فيه. طبعا الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع قسم التحرير والديسك، فهم المسؤولين عن تقييم كتابتك
وتقرير مدى توافقها مع قواعد الكتابة السليمة. لذلك يجب الحرص على أن تكون علاقتك جيدة مع قسم نكمل بعض النقاط التي يجب أن نراعيها أثناء كتابة جسم الخبر الصحفي. أيضا من النقاط التركيز على شخص واحد في بداية الخبر لبيان التأثير، يعني التركيز على شخص محدد وواضح ومهم في بداية كتابة الخبر يعطي تأثيرا أكبر على الجمهور، بحيث لا تضيع المعلومات أو الشعوب تختلط الشخصيات داخل الخبر. استهلال الخبر، يعني استخدام استهلال تأثيري، والمقصود باستهلال تأثيري يعني بداية فيها قوة، فيها نوع من التأثير، تعمل على جذب القارئ إلى قراءة الخبر. تجنب طبعا النصوص المملة، يعني الكلمات، يعني لا يجب على المحرر نقل كلام المسؤول كما هو دون استخدام مهاراته وخبراته في جعلها غير مملة. استخدام الكلمات الأكثر مناسبا تناسبا مع هذه الجملة، استخدام الكلمات اللي فيها نوع من الجذب، تغيير نمط، طبعا تغيير نمط كتابته، ولكن هذا لا يعني تغيير الكلمات نفسها، ولكن محاولة جعل الكلمات فيها أكثر تشويقا وقربا من القارئ. تجنب كذلك الحشو الزائد، بمعنى أن يكون محرر انتقائيا في استخدام النصوص والكلمات، لا يتم زج الجملة بالعديد من الكلمات اللي يكون الهدف منها فقط هو زيادة عدد الكلمات وليس زيادة معنى جديد. إذا كان الخبر يحوي أرقاما فمن المفضل أن نوضح أهمية هذه الأرقام، طبعا إذا كانت أرقام مهمة جدا، ونحن الأرقام اليوم في الوقت الذي نعيشه مهمة جدا ومتعلقة بإصابات كورونا، لذلك دائما أن تكون نعطي الأهمية لهذه الأرقام ونبرزها بشكل واضح. طبعا ويمكن أن نقارنها بأرقام سابقة في حال كانت القضية تحتاج، كما ننصح بضرورة جبر الأرقام أي تقريبها مع تجنب حشر الأرقام كلها في فقرة واحدة. تقريبها يعني الكسور العشرية ممكن تجاوزها وما إلى ذلك. تجنب استخدام الأساليب الوصفية، المزيد من الوصف في عرق الخبر، يعني الوصف جيد ولكن في التقارير، ولكن في الخبر إذا زاد عن حده الوصف قد يمل القارئ منه أو قد يؤثر على كمية المعلومات التي قد تكون دائما من السمات الأساسية للخبر. يجب تحديد الأوصاف الجسمية إذا كان هناك حاجة إليها، كما في أخبار الجريمة والمحاكم والكوارث التي طبعا تكون بحاجة إلى وصف مثلا طول القامة وما قصر القامة، شخص مثلا يمتلك قوة جسمانية كبيرة وما إلى ذلك، التي تكون مناسبة لطبيعة الخبر. تجنب الأوصاف الخاصة بالأجناس والأعراق، أيضا اتباع الجمل الطويلة بأخرى قصيرة، واتباع الجمل المعقدة بجمل قصيرة مؤثرة، وهذا حتى لا يشعر القارئ بالملل أو يضيع بين ثنايا هذا الموضوع. استخدام الفعل المبني للمعلوم قدر الإمكان، وتجنب استخدام الفعل المبني للمجهول، وهذه قد كنا قد أشرنا إليها في حديث سابق في هذا الاتجاه.